زيوت اللي هي معصورة على البارد ما ينفعش أطبخ بيها. نطبخ بزيت الزيتون، نحمر بزيت الزيتون. ناس كتير بتسأل على زيت الزيتون، نعمل إيه بزيت الزيتون؟ زيت الزيتون من الحاجات اللي بتتعصر على البارد لأنه له فوائد كتيرة جدا. فأنا عندي زيت الزيتون البكر اللي هو الفيرجن أوليف أويل، وفي عندي زيت الزيتون الاكسترا بكر اللي هو اكسترا فيرجن اوليف اويل. مبدئيا كده الزيوت المعصوره على البارد ما ينفعش اسخنها جامد قوي، فانا ينفع فبالتالي زيت الزيتون ينفع احطه على السلطات، احطه على الفول، اتبل بيه الاكسترا فيرجن، اطبخ بيه الحاجات اللي ما فيهاش تسخين جامد جدا زي مثلا الخضار بتاعي احطه على الرز لو انا بحب طعم زيت الزيتون على الرز. انما التحمير والقليه ما ينفعش، لان بدايه بيتسخن جامد جدا لدرجه حراره جامده جدا، زيت الزيتون ما يستحملش وبيفسد بحاجه زي كده. وبالتالي كل الزيوت اللي هي معصوره على البارد ما ينفعش اطبخ بيها، ينفع اتبل بيها بس، زي مثلا قلنا زيت الزيتون البكر، زيت السمسم، زيت بذره الكتان او الزيت الحار. كل الزيوت ديت ما ينفعش ان انا اعرضها لسخونه شديده، هتخليها تبوظ ومش هيبقى طعمها حلو. عموما الزيوت ديت لها طعم مميز، فلو اي حد فينا بيحب الطعم المميز للنوع ده من الزيوت مفيش مانع انه يستخدمها في الطبيخ العادي خالص. للقلي لازم نركز ان الزيت اللي بنستعمله ملوش ريحه وملوش طعم، علشان كده بنحتاج زيت محايد تماما. زيت الذره مثلا من الزيوت اللي لها طعم مميز ولها نكهه مميزه ما ينفعش اقلي بيه، ممكن اطبخ بيه. نفس الحكايه مثلا لزيت السمسم، له طعم مميز مش كل الناس بتقبله، وهكذا. نفكر في الزيت واحنا بنستخدمه، هل له طعم، له ريحه، له شوائب جواه ولا لا، قبل ما نحدد هنستعمله سواء في قلي ولا في طبخ ولا في تتبيل.